أحبائي وأعزائي التلاميذ، درس جديد، محيط الدائرة ومساحة القرص (périmètre du cercle et aire du disque أو surface du disque). أهداف الدرس هي تعريف العدد بي، تعريف قاعدتي حساب محيط الدائرة ومساحة القرص وتطبيقها. نبدأ الدرس بتذكير تعريف الدائرة، تعريف القرص والعلاقة التي تربط بين الشعاع والقطر. هذا رأيناه في الدروس أو الدرس السابق. رأينا مثلا العلاقة التي تربط بين الشعاع والقطر، فهي القطر هو ضعف الشعاع. نمر الآن إلى النشاط الأول. قام علي برسم دوائر مختلفة على الورق المقوى وتقطيعها وتلوينها، وحصل على الدوائر التالية كما تلاحظون مختلفة الشعاع، كما تلاحظون على الشكل فلدينا ثلاث دوائر مختلفة الشعاع. وأخذ بخيط ومسطرة وقام بإحاطة الدوائر بالخيط لمعرفة طولها. وعندما أقول طول الدائرة أي أتكلم على محيطها، ثم قياسها بالمسطرة، وقام بملء الجدول التالي فحصل على النتائج التالية. فالدائرة الأولى حصل على النتائج التالية، و الدائرة الثانية وكذلك الدائرة الثالثة. عزيزي المتعلم، أطلب منك أن تقوم ما قام به علي، أي تأخذ بعض القطع النقدية وتخوض خيط ومسطرة وتقوم بإحاطة الخيط على القطعة النقدية وقياس ذلك الخيط. والآن نعود إلى النشاط. ساعد علي لملء الجدول الثاني وماذا تلاحظ؟ قد أضفنا سطر على جدول علي وهو خارج المحيط على القطر P sur D. سأترك لك مدة للتفكير للقيام بالحسابات وأعود. عزيزي المتعلم، نمر الآن إلى التصحيح. لاحظ معي جيدا، طلبت منكم أن تقسموا المحيط على القطر، فقسمة المحيط الأول على القطر الأول بالنسبة للدائرة الأولى سنجد 3.12. بالنسبة للدائرة الثانية قسمة المحيط على القطر نجد 3.08. بالنسبة للدائرة الثالثة فقسمة المحيط على القطر نجد 3.14. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن النتائج كلها مقربة إلى 3.14. إذن فقسمة المحيط على القطر بالتقريب تساوي 3.14. هنا جاءت قيمة P، فقيمة P هي 3.14 قيمة عشرية مقربة إلى 0.01، ولها كتابة أخرى، كتابة كسرية 22 قسمة 7. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن محيط الدائرة هو P فوا D، وكما نعلم أن العلاقة التي تربط بين القطر والشعاع أن القطر يساوي 2 ضرب شعاع أو ضعف الشعاع. سنقوم بتعويض الدي ونحصل على P تساوي P فوا 2 فوا R، أي ضرب 2 ضرب R. وهنا عليك عزيزي المتعلم بحفظ القاعدة، فمحيط الدائرة هي 2 بي ار او 2 فوا بي فوا ار او 2 ضرب بي ضرب ار او
بي فوا دي، علما أن الدي قيمتها المقربة هي 3.14. والآن عزيزي المتعلم نمر إلى الجزء الثاني من الدرس، أي مساحة القرص. تابع معي. أراد علي الآن مقارنة الأقراص التي حصل عليها بطريقتين، فالطريقة الأولى كانت طريقة التطابق، والطريقة الثانية باستعمال الصيغة الرياضية، أي بحساب مساحات الأقراص الثلاثة. عندما نقول دائرة نتكلم على الخيط الدائري، يعني مجموعة النقط التي تبعد بنفس المسافة عن المركز، أو عندما نتكلم عن القرص فالجزء الداخلي، هنا نتكلم عن قرص، أي القرص ومجموعة من النقط التي مسافتها أصغر من الشعاع. إذن هل يمكن مساعدته لترتيب الأقراص من الأكبر إلى الأصغر؟ ولك مدة للتفكير. فباستعمال طريقة التطابق سنجد أن القرص الأحمر ويليه القرص الأخضر ويليه القرص الأصغر، ستلاحظ ذلك جيدا فقط بالعين. فالقرص رقم 3 أكبر من القرص رقم 2 أكبر من القرص رقم 1. ونمر الآن إلى استعمال أو حساب مساحة القرص، أي باستعمال الطريقة الرياضية. فمساحة القرص هي P فوا R فوا R، أي P ضرب R ضرب R، ويمكن أن تجدوا R فوا R هي R مربع. الآن ركزوا معي، قيمة P الآن تعرفونها هي 3.14. ستقومون بحساب 3.14 في شعاع 1.2 في 1.2 ونجد مساحة القرص الأول. أما بالنسبة لمساحة القرص الثاني بنفس الطريقة، فهي بتطبيق القاعدة P فوا R فوا R، أي 3.14 ضرب الشعاع وضرب الشعاع، وستحصلون على النتيجة التالية. ومساحة القرص الثالث هي بي فوا ار فوا ار، أي 3.14 ضرب 1.35 في 1.35 ونجد المساحة الثالثة. والآن نمر إلى المقارنة، سنقارن ثلاث مساحات وسنجد أن المساحة رقم 3 أي القرص رقم 3 أكبر من مساحة 2 أي مساحة القرص 2 وأكبر من مساحة القرص رقم 1. إذن نتوصل الآن إلى مساحة القرص، فمساحة القرص هي P ضرب الشعاع ضرب الشعاع. والآن نمر إلى التطبيق. التطبيق الأول، أحسم محيط دائرة شعاعها 2.3 سنتيمتر. التطبيق الثاني، قطر قطعة معدنية على شكل قرص هو 6 سنتيمتر، فما هي مساحة القطعة المعدنية؟ لكم مدة للتفكير لإنجاز التطبيقات، وسأعود. عزيزي المتعلم، هل توصلت إلى حل؟ أنا متأكدة أنك قد توصلت إلى الجواب الصحيح. نبدأ بتصحيح التطبيق الأول. طلب منا حساب محيط الدائرة بالسنتيمتر، أي عليك عزيزي المتعلم تطبيق القاعدة التي تقول محيط الدائرة تساوي P ضرب القطر، والقطر يساوي ضعف الشعاع، وتقوم بتعويض الشعاع بقيمته، وتمر في الأخير إلى الحساب. ونمر الآن إلى تصحيح التطبيق الثاني. طلب منا مساحة القطعة المعدنية بالسنتيمتر مربع، أي عزيزي عليك أولاً بتطبيق القاعدة، المساحة تساوي
بي فوا اف فوا اف، وكنعلم ان الشعاع يساوي القطر قسمة 2. لدينا د تساوي 6 سنتيمتر، اي الشعاع يساوي القطر قسمة 2 اي يساوي 3 سنتيمتر. وعليك عزيزي المتعلم بتعويض الشعاع بقيمته وستحصل على النتيجة النهائية اي مساحة القطعة المعدنية. عزيزي المتعلم، كما اقول لك دائما، قد انتهى دوري وجاء دورك. Merci beaucoup pour votre concentration et à la prochaine vidéo.